مفاجأة عملتها السعودية للوافدين هناك، قرار بإعفاء 6 منهم من رسوم المرافقين، الزوجة الأولى للمقيم والأبناء الذكور وغيرهم وغيرهم كتير. بس في لغز لازم تاخد بالك منه الأول. إيه هو اللغز في القرار اللي عملته السعودية؟ وليه أصلاً أصدرت القرار ده دلوقتي؟ كل ده وأكتر هتعرفه معايا في الفيديو ده. أنا قايل وليلي كمل معايا الفيديو لآخر عشان تعرف كل التفاصيل. لو أنت شغال في السعودية أو ليك حد شغال هناك، يبقى لازم ولابد تعرف القرار الجديد اللي أصدرته السعودية من فترة. قرار عاجل صدر من إدارة الجوازات السعودية، عايزين يسهلوا الحال على الوافدين هناك، عايزين يوفروا عليهم لو هيجيبوا حريمهم وعيالهم وأي حد من أسرتهم. بس القرار اللي صدر ده فيه لغز ولازم برضو ناخد بالنا منه. في الأول لازم ننتبه إن القرار ده صدر في الأصل للوافدين من الشعب الفلسطيني، يعني السعودية طلعت القرار ده علشان الوافدين إليها من فلسطين، هم بيحبوا الشعب الفلسطيني قوي وعايزين يساعدوهم. القرار ده اتقال نصاً إنه مساعدة من السعودية للشعب الفلسطيني، وطلع بالتحديد بعد اجتماع الدورة الـ 33 لقادة الدول العربية اللي عقدت في جدة وركزت على فلسطين. طيب كده يبقى عرفنا إن القرار في أصله طلع لأجل الوافدين الفلسطينيين. مين هي بقى الفئات اللي اتكلم عليها القرار بالظبط؟ وفقاً للتوضيحات الجوازات السعودية، فإن الأبناء والزوجة الفلسطينية للمقيم الفلسطيني المقيم في المملكة العربية السعودية مش هيدفعوا رسوم المرافقين. بالظبط، زوجة المقيم الأولى فقط، والأبناء الذكور اللي عمرهم لسه ما عداش 18 سنة، والبنات اللي لسه ما اتجوزتش، والعمالة المنزلية والمهن الحرة. ضيف عليهم أبناء السعودية من زوج فلسطيني، يعني لو في واحد فلسطيني متجوز واحدة سعودية ومخلف منها، فاللي يخلفهم دول يبقوا ضمن القرار الجديد. وكمان زي ما قال موقع النصر في خبر لي من شوية، إن كل الأشخاص المقيمين في السعودية من حاملة الجنسية الفلسطينية والجنسية التركستانية والمقيمين في اتحاد مينيمار وبلوشي. الفكرة بقى إن بعد القرارات دي، بعد ما طلعت يعني وقال لك بس ده كده، ممكن السعودية تفتح الباب الأيام اللي جاية إنها تضيف على اللي قالتهم دول فئة تانية، ممكن يكون منهم مصريين، بس مين بقى من المصريين لسه محدش عارف. على العموم احنا هنبلغكم على طول لو حصل واعلنوا عن فئات مصرية ضمن القرارات الجديدة اللي هتطلع من السعودية. في التو واللحظة هتلاقونا بنبلغكم بالقرارات دي، سواء اعلنتها السعودية او اي جهة تانية موثوقة في السعودية. لحد هنا واكون وصلت لنهاية الفيديو، وقبل ما اختم عايز اعرف رأيكم في القرارات الجديدة اللي اعلنت عنها السعودية. هل هي قرارات هتسهل الدنيا شوية على الوافدين ليها هناك، ولا هتعمل ايه؟ والسؤال التاني، تتوقعوا ان في قرارات ستصدر بحق المصريين الفترة اللي جاية، وللأمور ماشية ازاي؟ اللي ليه توقع فيكم ياريت يكتبوا في التعليقات، خلونا نتناقش مع بعض فيه.